مساكم خير. اهتمام المرأة بنفسها ذكر بالحضارات الإنسانية، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن المرأة تحب تظهر بشكل جميل ولائق يميزها عن باقي النساء. وتناسقه مطلب الرجال والنساء. في بعض الأحيان في مشكلة تظهر في منطقة الذقن، بهذه المنطقة من الممكن أن تسبب مشاكل عديدة لأن ما يكون الوجه متناسق. في العديد من التقنيات اليوم اللي أصبحت موجودة في العيادات الطبية علشان يكون الوجه مرسوم أكثر ومحدد أكثر ويكون الوجه جميل جدا للرجال وأيضا للنساء. توجهنا لعيادة كلينكا في عمان مع الدكتورة دانيا الشيخي طبيبة تجميل علشان تخبرنا أكثر كيف من الممكن أن هذه المنطقة تكون أكثر جمالاً ومشدودة مع رغبة ممسوقة. مرحب فيك دكتورة دانيا الشيخي في أسرار الجمال لليوم. يا هلا فيكي مروة، شكرا على الاستضافة. نورتي دكتورة. بداية يعني الوجه الجميل للرجل وللمرأة أيضا إنه يكون بدون لغلوغ، الوجه مشدود. اللغلوغ شو هو بالضبط؟ عارف المشاهدين. تمام. اللغلوغ مروة لازم نحدد في كل مراجع سبب وجود هاللغلوغ. أوكي. في بعض الناس بنلاحظ إنه سبب وجود اللغلوغ هو حجم زايد بيكون نتيجة تراكم دهون في المنطقة. في بعض الناس الثاني السبب بيكون ما في دهون بس الجلد نفسه مترهل ومعطي هذا الإيحاء إنه اللغلوغ موجود. أسباب كثيرة طبعا تعتمد على نمط الأكل، مرات أسباب هرمونية، الحركة. في ناس جينات جنائيا عندهم قابلية أكبر إنه الجلد يترهل ويجمع فيه الدهون في هالمنطقة أكثر من ناس ثانية. نعم. طبعا أسباب هاد in details أو بالأخص كيف جينات بتلعب لها دور إلى الآن غير معروف. طب من أكثر عرضة للإصابة باللغلوغ؟ لأن أحسه مرض. الرجل أم المرأة؟ صحيح، فينا نقول إنه متساوي، لكن النساء عرضة أكثر من الرجال. فيك تقولي بسبب تقلبات الهرمون نتيجة الحمل، الولادة، زيادة الوزن، فهاي بترشح إن النساء أكثر من الرجال. نعم. لكن فينا نقول إنه جدا متقاربة. نعم. دكتور، في العديد من التقنيات لحل هذه المشكلة، ولكن اليوم بنسوي تقنية خيوط الكولاجين. صحيح. خبرينا شو هي بالضبط خيوط الكولاجين. تمام. تعددت الخيوط في المجال التجميلي وفي أكثر من خيط لأكثر من سبب. في حالتنا اليوم رح استخدم لها خيوط الكولاجين بالأخص، وزي ما ذكرت في البداية مروة إنه أهم شيء نحدد سبب اللغلوغ عشان نختار للعلاج الصح. نعم. لأنه تنوع في السوق عدة علاجات، ودائما في المجال التجميلي كل ما أضفنا وكل ما عملنا combined treatments أو أكثر من علاج بنوصل لتحسن أكثر. فعلا. وإرضاء للمريض بشكل أكثر. صح. في حالتنا اليوم استخدمنا رح نستخدم لها الكولاجين، خيوط الكولاجين بالأخص، لأنه مشكلتها ما في تجمع دهون في المنطقة. نعم. السبب الأساسي هو الرخاوة في الجلد ومرونة في الجلد، رح نوريكم إن شاء الله الطريقة. لأنها خيوط الكولاجين، هل هي تحفز الكولاجين في البشرة، وخاصة أننا نحن نعرف أن الكولاجين يشد البشرة؟ صحيح، هو أساس تكوين البشرة وأساس ثباتية وسماكة جودة البشرة بتكون بالكولاجين. ففكرة الخيوط هذه بتكون عبارة عن مكوناتها هي خيط نفس اللي يستخدم في الجراحي، طبعا لها مسميات مختلفة وتركيبات مختلفة. لما بنحطها في الجلد بتعمل على تحفيز الكولاجين وبتفضل مدة لها مدة بقاء معين في الجلد، بتحفز فيه الكولاجين وبعد كده بتذوب وبتختفي من الجلد.
عندنا حالة اليوم نبى نعرف متوسط عمرها تقريبا كم، وتقريبا كم يبالها كم خيط، لأن في عدد للخيوط كم تقريبا يبالها لين ما تشد هذه المنطقة. صحيح، متوسط عمرها من 25 إلى 35 هذا الفئة العمرية. ما في فئة عمرية تستفاد أكثر من فئة عمرية غير، لكن طبعاً كل فئة حتتطلب عدد خيوط أكثر أو ممكن مراجعة أخرى لتعزيز النتيجة زي ما قلنا. عدد الخيوط بتعتمد على الحالة، ممكن في حالتها بنوصل لعدد 30 خيط كولاجين. دكتورة كم تقريباً يبالكم وقت لين ما تخلصون هذه العملية؟ بتاخذ مروة من 15 دقيقة لماكسيمم نص ساعة. يعني 15 دقيقة نص ساعة بنشوف الحالة اللي ويانا اليوم بدون لغلوخ إن شاء الله. أوكي، بخليكم وبرد لكم عقب نص ساعة إن شاء الله. يلا. الآن رح نبتدي الإجراء. خدرنا المراجعة بتخدير موضعي تقريباً نص ساعة ورح نبتدي الإجراء الآن. أول حاجة رح نرسم المنطقة اللي رح نعالجها ونحددها. وبعدين بنعقم المنطقة بالشكل المطلوب. الآن رح نبتدي بإدخال الخيوط بشكل عمودي. الآن ركبنا لها الخيوط الكولاجين وعملناهم بشكل شبكة بحيث تكون داعمة للمنطقة وتعمل ليفتنج والشد المطلوب، وفي نفس الوقت حتبتدي تغير من نوعية الجلد اللي هو المرن والسوفت اللي موجود في المنطقة هذه، وحتحسن منها وتخليها سميكة وأكثر شد. طبعاً الريزلت رح يبتدي من الآن إلى 3-6 شهور قدام، كل يوم رح يتحسن أكثر وأكثر، فالنتيجة الفعلية بتكون متراكمة زي ما بنقول يوم عن يوم. الآن خلصنا الإجراء، رح تطبق الممرضة كريمات معينة تحافظ على البشرة الخارجية أنها تتأثر بالإجراء اللي سوينا، وفي نفس الوقت حفاظاً على أنه ما يكون في تراكمات بكتيريا أو التهابات لا سمح الله. يعطيكم العافية دكتورة، ما شاء الله لاحظنا أن النتيجة واضحة من الحين، ولكن متى بتاخذ هذه الحالة النتيجة النهائية؟ كل يوم مروة بتتحسن أكثر وأكثر، وبياخذ إلى 3-6 شهور في التحسن. أوكي، فحتلاحظ المراجعة بعد 3-6 شهور الوضع تغير لتحسن أفضل بكثير من الموجود في الوقت الحالي. دكتورة في بعض الأحيان ممكن أثناء التثاؤب أو حركة في الوجه نشعر بأن الخيوط هذه تحركت أو في صوت، هل المفروض الحالة ترد تي عندك ولا أن هذا الشيء طبيعي؟ هذا شيء جداً طبيعي مروة، لسه خبرت المراجعة أنه هذا الشيء رح يتم موجود أو هذا الإحساس إلى تقريباً شهر، وبعد كده تدريجي بتبتدي تحس أنه الأمور ارتاحت أكثر، حتى الخيط صار موجود في الوجه. بالضبط، اتجانس مع النسيج حوالينا. أوكي، الإزرقاق وأيضاً الكدمات أيضاً طبيعية. طبيعية جداً. صح؟ دكتورة دانيا نبى منك نصيحة علشان هذا اللغلوغ من الأساس ما يظهر للأشخاص. سؤالك جداً صعب لكن نصيحتي الأهم الحياة الصحية، نمط الأكل الصحي. أوكي. والرياضة والمساج اليومي للمنطقة بطريقة الرفع. بالضبط. يعطيك ألف عافية دكتورة دانيا السخي على هذه النصايح الذهبية اللي زودتينا فيها. الله يعافيك. شكراً لك. تسلمي. الحين للفاشن خلكم ويانا يعني.